السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنلعب المدفعية اللي أفضلها في ذي اللعبة، في مدفعية المدفعية هذه الفلوس. الأكيورت مالها ممتاز. طبعا الفكرة هنا المدفعية ميزتها ايش؟ كان تقدر تضربها، أنا ما أعتقد كذا. هذا العدو ها. يبي لك الصراحة تمشي بسرعة كذا، ليش؟ تعمت الماوس. خلك وراهم ارمي. اختفى الهدف، ما ادري ليش. خلاص زين، تارجت هيت شي زين. خلي ابعد كنترول البيس فور شوي. ترى نوع ذخيرة واحد. ليش تختفي كهدف؟ ما ادري ليش. هل عشان يتحرك ولا ليش؟ لا ارجع. هاي مدرعة ان شاء الله واحدة. الحمد لله، يعني اصابة مباشرة. احب الدروع انا لان اختراقها سهل، بس في مدفعية ثانية تطلق على نفس الهدف. هذه النوع الذخيرة الثانية سموكينج، إذا حد قرب من العدو تبي تهرب منه. هذا طبعا يتكلم انه حد يضرب. خلنا ننسحب، بس أكيد من مدفعية العدو. Identify target. Hostile truck. كفاية تستاهل الصراحة انك تشتريها. انا شو احس انها افضل في الكولكتر، شيء افضل ضد المدفعية. الدبابات الثانية ممتازة بعد، بس يجيك بعد مع ثلاث اشياء ثانية.